لو الحكاية فيها إن فيتو معز شاعر بدوي وممثل وفنان لي أعمال بالإذاعة والتلفزيون. آخر أعمالي مسلسل واحة الغروب قصة الدكتور بهاء طاهر مع كوكبة من كبار الفنانين. فيلم أضافة الغروب لم يعرض بعد في السينما. لي مساهمات في مهرجانات بدوية ومهرجانات على مستوى المحافظات. كنت الشاعر البدوي الوحيد على مستوى محافظة البحيرة الذي شارك في مهرجان في مطروح محافظة مطروح. لي مساهمات ولي أعمال بالجرائد وبالمجلات. أكتب الشعر والقصة والقصيدة والأغنية البدوية. وكان لنا أكثر من حوارات في برنامج بوادي مصرية بالإذاعة والتلفزيون. مهرجان مبدعين من أجل مصر، رأي حضرتك فيه؟ هو برنامج بصراحة يستحق القائمون عليه كل الشكر والتقدير، لأنهم بيعملوا على رفع مستوى الثقافة وعلى تبني المواهب الشابة ورعايته واحتضانه، فشكرا جزيلا لهم. حضرتك شايف وضع الثقافة عندكم في وادي النطرون؟ المواهب موجودة ولكن تحتاج إلى من يكتشفها وإلى من يبحث عنها. الجواهر مدفونة وتحتاج إلى جواهرجي يفتش وينقب عنها. يعني طب أداء هيئة أصول الثقافة وأداء وزارة الثقافة عندكم في وادي النطرون، هل لها أي فعاليات؟ لا توجد لدينا إلا بيت ثقافة واحد ويفتخر إلى أدنى المستويات، ولا يوجد به حتى الأثاث، توجد به بضع كتب موجودة ويعاني من إهمال شديد. نطالب المسؤولون والقائمون والسيد وزير الثقافة على إقامة صرح لوادي النطرون قصر ثقافة يليق بأصحاب المكان وبالفنانين والشعراء الموجودين فيه. أهم الأعمال اللي أنتوا بتقوموا بها في وادي النطرون كأعمال الثقافية؟ الأعمال الثقافية بنقدم مسرحيات، من أمسية شعرية، بنقدم مهرجانات، طبعا نعمل في الصالون وادي النطرون الثقافي الأدبي برئاسة الأستاذ أيمن أبو المعاطي. بنقدم أمسيات شعرية في كل المناسبات الشعرية، نلتقي نحن الشعراء في المناسبات الوطنية، والحمد لله على التواصل دائم. رأي حضرتك في دكتور جابر عصفور وزير الثقافة؟ نتمنى له التوفيق ويعمل جاهدا بقدر المستطاع على نشر الثقافة، ولكن هو كغيره من الهيئات يعاني من نقص في الموارد، فنتمنى أن يمد لنا يد العون ونحن معه. شكرا جدا لك يا فندم.